نجدد الترحيب بكم في الجزء الأخير من حوار المساء، ونحن نستمر في هذه التغطية الخاصة عبر سكاي نيوز عربية لمسار احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني 87، رؤية مستقبلية كبيرة تقدمها المملكة من خلال رؤية 2030. اقترب مع ضيوفي من مسار هذه الرؤية وتطلعات المملكة العربية السعودية وخطواتها الثابتة نحو مستقبل أفضل. دكتور فهد، يعني خطوات الحقيقة رائدة في مجالات عدة، رؤية 2030، ما الذي تحققه في هذا المسار؟ الرؤية لها أهداف استراتيجية عديدة، ومن أهم هذه الأهداف في رأيي هو تنويع الاقتصاد. معنى تنويع الاقتصاد زيادة المحتوى المحلي من النفط والغاز، مشاركة القطاع الخاص، مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى نسب متقدمة، تقليص معدل البطالة من الآن وصلت إلى 12.7 إلى 7% أو أقل، تنويع الاستثمارات، صندوق الاستثمارات العامة اللي له مشاركات كبيرة في هذه الرؤية، سيزيد رأس ماله من 600 مليار إلى ما يصل إلى 7 تريليون ريال. هذا سوف يؤدي إلى قفزة استثمارية هائلة كما شاهدنا بالمشاركة مع الشركات المتقدمة في الابتكارات، وأيضا في مجال الترفيه، وأخيرا في السياحة في الجزر على البحر الأحمر. هذا سوف يؤدي إلى قفزة كبيرة وقيمة اقتصادية مضافة إلى الاقتصاد السعودي، وهذا له ملتبلاير افكت، له تأثير على الاستثمارات وعلى الشركات والمنشآت المساندة وعلى التوظيف، وهذا من الركائز المهمة في اقتصادنا. طيب أستاذ سلطان، يعني أيضا اهتمام على الجانب الثقافي، كيف ترى انعكاس، وأنت يعني رئيس جمعية الثقافة والفنون السابق اهتميت بإدخال الشباب في هذه الساحة، كيف تقيم الرؤية مع هذه التطلعات وإشراك الشباب بالتحديد في هذا المسار؟ يعني بس اسمح لي أولا أقول يعني عبارة محددة عن الرؤية. الرؤية أعتقد أنها أهميتها تأتي من أنها وثيقة خطة حكومية ذات أهداف محددة لتحقيقها في إطار زمني واضح وبأدوات قياس محددة. في الجانب الثقافي نظرنا إليها كأول وثيقة حكومية تتحدث عن الثقافة بهذا الوضوح وتعطي للثقافة الدور الواضح في التنمية. يعني هذا أمر غير مسبوق في خطط التنمية الحكومية السعودية. لذلك كانت النظرة لقطاع الثقافة وبالتالي لقطاع الترفيه كقطاع لاحق له أنها قطاعات مؤسسة للتنمية. اهتمت الرؤية في برامج التحول الوطني بإحداث نقلات في تأسيس مؤسسات ثقافية واضحة، مثل المجمع الملكي للفنون، مثل تطوير المؤسسات المجتمع المدني الثقافية وتعزيز إمكاناتها، وبالتالي تمكين هذا القطاع لكي يلعب دوره في تطوير قدرات الإنسان السعودي ليكون له دور فاعل في التنمية. نعم، موضوع أيضا التعليم دكتورة سلوى، إلى أي درجة أو ما التغير المطلوب في مسار التعليم أو المجالات التي يجب الاهتمام بها بما يتوافق مع رؤية 2030 في رأيك؟ عندما كنا في واشنطن دي سي في زيارتنا الأخيرة، ناقشنا مع مركز الفكر رؤية 2030، ونعلم نحن مركز الفكر هذا ما يلجأ إليه الرئيس الأمريكي ليأخذ كثير من استشاراته. فعندما ناقشنا، وأنا بجي لك للتعليم لأنه هذا نقطة مرة مهمة، كان أحد من كبار الشخصيات ذكر أليس هذا حلم عندما رأى المسارات اللي موجودة. فقلنا كل حاجة يبدأ بحلم. نعم، نحن رفعنا السقف لنحاول نصل إلى هذا. أنا ما نعتبره حلم، إحنا نعتبره حاجة تبلورت، استراتيجية موجودة،
ونستطيع فيها. فلما تتكلم عن التعليم، أنا لست خبيرة بالتعليم، لكن أستطيع أقول كامرأة إنه القسم التعليم، وخاصة إنه الآن المرأة السعودية تستطيع أن تأخذ بعثتها بنفسها، وهذا يعتبر جزء كبير من التعليم. إن المرأة تسلحت بالعلم ورجعت، هذا بحد ذاته يعتبر نمو، صح ولا لا؟ عندما يكون الأساس في العلم قوي، خلاص أنشأت، ما تحتاج، طورت المرأة. فكون إن المرأة تكون بعثتها من نفسها، هذا حاجة جدا مهم. التعليم هناك كثير لابد أن يتغير، أقول لك إياها بكل صراحة، في المناهج. لكن نرجع ونقول أصبحنا الآن الشباب يمثلوا كما نعلم أكثر من 50%. فعندما تكلمت الرؤية 20 على 30 عن الشباب، كثير كان هناك كثير تحفظ، لماذا لم يذكر على الشابات؟ عندما تذكر الشباب وعندما تطور الشباب، أنت بتطور الشابات. نعم. هم أيضا جزء من هذا التطور. اللي أهم من هذا، ذكر في الرؤية 20 على 30، ومنها أنا أذكر هو جزء من التعليم، إنه المرأة من ناحية البطالة ومن ناحية البطالة بيحاولون توظيف المرأة إلى ما يصل إلى 33%. نعم. هذا رقم قياسي كبير. واللي أهم من هذا، أن أيضا تعطى المرأة من المناصب الحكومية الرفيعة 4 أمثال مما عليه الآن، يصل إلى 5%. فأرجع وأقول أنا أعتقد أنه 20-30 هي رؤية فعلاً حتساعد. نعم. على تطوير ليس فقط المرأة وتمكينها، وهي أيضاً العجلة بدت من أيام الملك عبد الله، لكن أيضاً للشباب السعودي ككل. طيب، لم يتبقى الكثير من في أقل من دقيقة دكتور. بالإضافة لما ذكر دكتور سلطان أن أحد أهداف رؤية 20-30 هو زيادة إنفاق الأسر السعودية على الثقافة والترفيه من 2.5% إلى 6%. رؤية 20-30 كيف تراها يعني تغير من صورة ما حققته المملكة حتى الآن باختصار أقل من دقيقة؟ بدأت العملية، ولاحظنا أن هناك تغير كبير، أولا في اتجاه الإيرادات الحكومية، في الاتجاه القطاع الخاص، أصبح القطاع الخاص أوسع مشاركة، أصبح صندوق الاستثمارات العامة اللي كان يعني محدود الاستثمارات الآن أصبح متنوع، وأصبح يستثمر فيه استثمارات. نعم. بعضها بمخاطرة متوسطة وبعضها بمخاطرة. طيب. أعلى. على صعيد الثقافة في أقل من نصف دقيقة، يعني أعتقد اللي بدأ فعلا الآن، أنه بدأنا نشهد نشاط ثقافي حيوي واسع في قطاعات كثيرة في البلد. نعم. اللي بدأ تمكين المؤسسات الثقافية، بدأ نشاط هيئة الترفيه في الحفلات الموسيقية، في المسرح، في الترفيه. هذا المكان هو جزء من النشاط الثقافي بما يضمه من متاحف ومن مؤسسات ثقافية، واهتمام أكبر في كبيرة هذا المجال. نعم. المرأة وفق هذه الرؤية أين طموحها باختصار شديد دكتورة سلوى؟ الرؤية 20-30 مكنت المرأة السعودية، صار لنا استراتيجية، صار لنا تطور. وأستطيع أقول أيضا كون أني طبيبة وصحية، أن الرؤية 20-30 فعلا جعلت المؤسسات الصحية الآن تعتمد على نفسها بعيدة عن وزارة الصحة، وهذا يعتبر قفزة، لأنه الإنسان دائما ملتزم بالصحة، صح ولا؟ من ولادته. نعم. إلى وفاته. شكرا لك دكتورة سلوى الهزاع والأستاذ سلطان البازعي والدكتور فهد بن جمعة على مشاركتنا هذه الحلقة الخاصة من هنا من الدرعية، الحديث عن إنجازات المملكة العربية السعودية ورؤية 20-30. شكرا جزيلا لكم. إذن نعود الآن لمواصلة تغطيتنا عبر استديوهاتنا في أبوظبي وسكاي نيوز عربية. موعدنا مع تغطية خاصة غدا لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. نلقاكم على خير.